عايز أسألك عن الترتيبات لمباراة العين، اجتماعات مستمرة، بطولة يوم 29. هنا أنا ما بتكلمش على الجانب الفني، الناس شغالة في الجانب الفني، لكن الجانب الإداري بيخص الدكتور سعد. امبارح المهندس خالد مرتجي قال لي 52 ألف تذكرة دول اللي هيطرحوا. طبعا هناك الجانب الإماراتي ل 1000 تذكرة، وانتوا هتعرضوا، عرفت ان انتوا ممكن هتدوم اكتر من 2000 تذكرة غير الدعوات اللي موجودة، فساعه الاستاد شبه كامله، لكنه اخر الاستعدادات الاداريه، ثمن التذاكر، الامور اللوجستيه لهذا اللقاء. يمكن زي ما حضرتك تفضلت، احنا كان حصل عندنا اجتماعين متتاليين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاجتماع الاولاني كان بيتكلم على الاجندة المتعلقة بالمباراة في كل جوانبها، سواء كانت من يوم المباراة، سواء كانت بالحقوق التجارية للمباراة، سواء كانت بتذاكر المباريات. وكان في الحقيقة، خليني اسجل هنا كمان شكر وتقدير للاتحاد الدولي لكرة القدم في ثقته في القدرات التنظيميه للدوله المصريه. وفي الحقيقه حتى لما تحدثنا عن تذاكر المباريات ونسبه تذاكر المباريات، الاتحاد الدولي كان واضح وصريح في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع، قال دي تعود للسلطات الامنيه المصريه في ان احنا بنثق فيها في ان هي هتاخد النظام وهتخطط دخول الجماهير بالشكل الذي يتناسب مع عمليات التامين اللي فيها كفاءه جدا للسلطات الامنيه المصريه. وبالتالي على طول مباشرة بعد الاجتماع ده تواصلنا مع السلطات الأمنية المصرية وكل المؤسسات الوطنية المصرية، سواء كانت شركة تذكرتي، سواء كان الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء كانت الشركة الأفريقية، سواء كان وزارة الداخلية المصرية. عملنا لجنة أمنية في الحقيقة، وزي ما حضرتك والمهندس خالد تفضل مشكورا بإعلان الرقم، هو الرقم الإجمالي الدقيق بالظبط 52500 موزعين كالتالي: 17000 في الدرجة الثالثة شمال، 17000 في الدرجة الثالثة يمين، 8500 في الدرجة الثانية، 1200 في المقصورة الأمامية. الجانب الاماراتي فريق العين من دولة الامارات العربية الشقيقة، احنا كنا برضه حريصين على الرغم ان كان الخطاب اللي جانا من الاتحاد الدولي في بداية الاجتماعات كان بيؤكد على ان النادي العين كان طالب 800 تذكرة في الكات 1. احنا حرصنا ان احنا نزود هذا العدد بشكل كبير جدا ونخصص لهم مكان ايضا مميز داخل استاد القاهرة. وتم تخصيص من السلطات الامنية المصرية 2200 تذكرة في الدرجة الأولى يمين سفلي في مكان مميز جدا. كمان فيها هيبقى ليهم كمان 300 تذكرة في المقصورة الأمامية يمين في القطاع اليمين. تم تخصيص المقصورة الزجاجية، المقصورة الزجاجية أيضا للجانب النادي العين من دولة الإمارات العربية الشقيقة. ثم النادي الأهلي هياخد بالإضافة لكده المقصورة الدرجة الأولى شمال سفلي هيبقى فيها 1600، ثم الدرجة الأولى علوي شمال هيبقى فيها 5. ودي توزيعة الدرجات المختلفة في الاستاد والأماكن المخصصة لكل من جمهور الفريقين، سواء كان النادي الأهلي أو نادي العين. ليني كمان يعني أخص حضرتك بخبر أيضا حصري على قناتنا، قناة النادي الأهلي، القناة العريقة اللي أول قناة رياضية في القارة الأفريقية برضو. ودي حاجات بتعكس في الحقيقة مكانة النادي الأهلي وقيمته وإلى أي مدى النادي الأهلي كبير. السلطات الأمنية المصرية مشكورة، حددت مسار مختلف في هذه المباراة لدخول كبار الضيوف من قصر المؤتمرات، مش من بوابة الرشدان، تيسيرا على ضيوف النادي الأهلي من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الأفريقي ومن نادي والأشقاء أيضا من دورة الإمارات العربية الشقيقة، لأن بوابة الرشدان هيبقى مخصص فيها جانبين للمقصورة الأمامية والدرجة الأولى، فعشان يبقى في الضيوف ما يحصلش أي اقتحام أمام البوابات. ففي الحقيقة السلطات الأمنية، وخليني أتوجه من خلال البرنامج الرائع بتاع حضرتك حارس الأهلي، أتوجه للسلطات الأمنية المصرية بالشكر الجزيل على كل الدعم اللي بتقدمه لنا خلال تنظيم هذه المباراة لتظهر مصر بالصورة التي تليق بمكانة الدولة المصرية. ده بالنسبة للجانب الخاص بالاستاد. ما زالت الاجتماعات مستمرة، احتمال يبقى عندنا اجتماع في الباكر إن شاء الله بناء على طلب نادي العين، عايزين يتكلموا معانا في ترتيبات وصول جماهير النادي العين من الإمارات العربية المتحدة. ده برضو إن شاء الله بكرة احتمال يبقى عندنا اجتماع معاهم بإذن الله. وده احنا برضو عندنا، هل هناك وفد من نادي العين موجود في القاهرة الآن؟
في الحقيقة هم بيتواجدوا طبعا، عندهم ترتيبات خاصة بيهم، لكن ما زاروناش لسه لحد دلوقتي في لا النادي. الاجتماع لكن هيكون مع حد من السفارة ولا وفد من نادي لا العين هيكون؟ لا وفد من نادي العين، وهيكون زوم، مش هيكون اوكي انا بحسب في زيارة القاهرة. فيزيكال ماشي للنادي اوكي جوه طبعا النادي الأهلي. نعم ولكن طبعا هم احنا بنبقى مرحبين بيهم في النادي الأهلي، ده ناديهم اهلا وده مكانهم، وسهلا اهلا وسهلا والنادي الأهلي هو البيت الكبير لكل صحيح الأشقاء من الأندية العربية. نعم.